احتفلت راهبات مار يوسف للظهور براهبات جدد انضممن إلى مؤسستهن، حيث أعلنت راهبتان خلال القداس الإلهي نذورهن المؤقتة، وأربعة تم قبول طلباتهن للانتساب إلى الرهبنة كمبتدئات. إلى المزيد. دخلت قدسك ورأيت عرشك. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي في كنيسة شهداء الأردن للاتين بمنطقة مرج الحمام، بمناسبة إبراز النذور الأولى للأختين نهلة قديس وسارة غذية، ودخول مرحلة الابتداء للأخوات مريم ميلاد وأمل فايز وانتصار عبد الهادي وهبة صباح في رهبنة القديس يوسف الظهور بمعاونة راعي الكنيسة الأب أشرف النمري، وبحضور الرئيسة الإقليمية الأخت فريدة ناصر وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من المؤمنين. تقدمنا الراغبات بالسير في الابتداء بطلب الدخول إلى مرحلة الابتداء رسميا من الرئيسة الإقليمية. وخلال القداس تقدمت الراهبات المبتدئات أمام مذبح الرب طالبات الانضمام للجماعة الرهبانية، وبعد قبول طلباتهن من قبل الرئيسة العامة تسلمنا كتاب قانون الرهبنة. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ابتدأت مراسم النذور المؤقتة للراهبتين نهلة وسارة، ناذرات أنفسهن لله وللرهبنة وللكنيسة والدعوات الرسولية. يبعث دعوات كهنوتية ورهبانية إلى كنيستنا. وركز المطران الشوملي في عظته على الدعوة الإلهية للتكرس، مستشهدا برسالة القديس بولس بأن الله اختارنا منذ إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا عيب في المحبة. نعم، الله يدعو وأكثر من مرة. هنالك دعوة عامة للجميع لكل المعمدين، وهنالك دعوة خاصة للبعض منا للتكرس والآخرين لحياة الزواج. الرب يقول لإرميا: قبل أن أصورك في البطن عرفتك. ربنا بعرفنا قبل إنشاء العالم باسمنا. وفي ختام القداس وأخذ البركة تقدم الجميع بالتهنئة للراهبات الجدد وللرئيسة الإقليمية، متمنين لهن خدمة رهبانية مباركة ومزيدا من دعوات التكريس.